إذن مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات في هذا الفيديو الذي سنواصل فيه تصحيح الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية النموذج الأول الخاص بمادة الرياضيات والذي قمت بإعداده وفق الإطار المرجعي الجديد والخاص بدورة يوليوز 2022. إذن في الفيديو الأول قمنا بتصحيح الانشطه ديال المجال الاول الخاص بالاعداد والحساب، وفي هذا الفيديو ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوصلوا التصحيح ديال المجال الثاني والخاص بالانشطه الهندسيه اللي كيتوقف على 11 نقطه. اذا السؤال الاول الخاص بهذا المجال، ارسم زاويه ا او بي قياسها 80 درجه، ثم ارسم او سي منصفها باستعمال الادوات الهندسية المناسبة. إذا أولا نقوم برسم الزاوية، لرسم هذه الزاوية نبدأ أولا برسم الضلع الأول. إذا كتعرفوا بأن الزاوية عند هذه العين اللي هما عبارة عن نصفي مستقيم، إذا كنرسموا نصف المستقيم الأول يعني الضلع الأول غادي يكون مثلا أو أ، ثم نستعمل الأداة لقياس أو لرسم الزوايا. إذا الأداة هي المنقلة، ولاحظوا معايا مزيان هنا المنقلة، دائما عندكم المنقلة مدرجة من جهتين، إذا هنا 0 10 20 180، ومن الجهة كذلك من اليمين إلى اليسار 0 10 20 30 40، إذا من اليمين إلى اليسار من اليسار إلى اليمين، وغالبا هنا كنلقاو الأغلبية التم كيوقعوا في هذا الخطأ، يعني ما كيستعملوش المنقلة بشكل صحيح. إذا هنا كنبداو من هذا الصفر اللي كاين في الضلع اللي رسمنا. اذا هنا عندنا هذا الضلع اللي رسمناه في الاول، اذا من هنا غادي نبداو في رسم يعني كنبداو في الحساب، يعني هنا غنرسموا زاويه قياسيه لها 80 درجه. اذا عندنا هنا 0 10 20 30 40 50 60 70 80، هنا كنديروا نقطه ولا شي علامه، اذا كنديروا هنا نقطه، ثم بواسطه المسطره نرسم الضلع الثاني اللي هو عبارة عن نصف مستقيم. إذا هنا حصلنا على واحد الزاوية القياس ديالها 80 درجة، وهي زاوية غادي تكون زاوية زاوية حادة مادام أن القياس ديالها محصور بين 0 و90 درجة، إذا غادي تكون زاوية يعني أصغر من الزاوية القائمة. لرسم المنصف، إذا باش نرسموا المنصف كنستعملوا البركار، إذا كناخذوا البركار واحد الفتحة ديال البركار، ثم كنديروا علامه على الضلع الاول وبنفس الفتحه، يعني ما نغيروش الفتحه ديال البركار، من الراس غادي نديروا علامه على الضلع الثاني، نعم، ثم ناخذ البركار مره اخرى. هنا الفتحه ممكن نحتفظوا بالاولى ممكن نغيروها، اذا هنا كناخذوا الفتحه من العلامه الاولى، اذا غنديروا علامه هنا، ثم من العلامه الثانيه كذلك بنفس الفتحه، اذا هنا ما نغيروش الفتحه ديال البركار، كنديروا العلامة الثانية وكنحصلوا على هذه النقطة. إذا من هذه النقطة يمر ماذا؟ منصف هذه الزاوية، وغادي نسميه المنصف أو أو سي. إذا نحصلوا على الزاوية أ أو بي والمنصف ديالها أو أو سي الذي يجزئ هذه الزاوية إلى زاويتين متقايستين، كل زاوية غادي يكون فيها 40 درجة. السؤال الثاني، أنشئ متوازي الأضلاع E, F, G, H بحيث H, E, F يساوي 130 درجة، إذا قياس هذه الزاوية قياس الزاوية H, E, F 130 درجة، أو قياس الضلع E, F 5 سنتيمتر، وقياس الضلع H, E 3 سنتيمتر. إذا دائما كنبداو برسم أحد الأضلاع، يعني نبدأ مثلا برسم الضلع E, F للقياس ديالو 5 سنتيمتر، وكما تعلمون فمتوازي الأضلاع هو مضلع رباعي، هو من بين متوازيات الأضلاع مضلع رباعي، زواياه غير قائمة بالنسبة للأضلاع ديالو، كل ضلعين متقابلين متقيسين، وكذلك الزوايا كل زاويتين متقابلتين متقيستين. إذا عندنا هذا يعني الضلع الأول نسميه ضلع اف، ثم الآن سنرسم الزاوية اش او اف قياس ديالها 130 درجة، إذا نستعملوا المنقلة، لاحظوا معايا هنا الضلع هنا يوجد على الصفر، إذا كنبداو من هذا الصفر 10 20 30 40 إلى 130،
اذا كنوصل 130 كنديروا علامه، اذا علامه في 130 لاحظوا معايا هنا 130 الزاويه غادي تبان لنا هنا زاويه غتكون زاويه منفرجه، اذا كنرسموا الضلع القياس ديالو 3 سنتيمتر، اذا هذا الضلع ديال اش او. بالبركار هنا ننطلقوا من الخاصيه ديال متوازي الاضلاع، كل ضلعين متقابلين متقيسين، اذا الضلع او اف سيكون متقيس مع الضلع اذا اش جي، اذا كنديروا هنا بالبركار علامه. نفس الشيء بالنسبه للضلع او اش، اذا هذا الضلع القياس ديالو 3 سنتيمتر كذلك غادي يكون هو نفس القياس ديال الضلع اف جي، غادي يكون هو نفس القياس ديال الضلع او اش. اذا دائما بالبركار علامه، اذا نحصلوا على النقطه الرابعه ونقوم برسم الضلعين المتبقيين. اذا هنا كنحصلوا على متوازي الاضلاع او اف جي اش، بحيث او اف فيه 4 او عفوا 5 سنتيمتر، او اش ولا اش او فيه 3 سنتيمتر، وقياس هذه الزاويه 130 درجه. هنا للتذكير فكل زاويتين متقابلتين متقيستين، يعني هنا الزاويه هذه الزاويه دابا فيها 130 درجه، نفس الشيء غادي يكون في هذه الزاويه 130 درجه، ويمكن كاضافه نستنتجوا القياس ديال هذه الزاويتين، لان مجموع قياس زوايا مضلع رباعي غادي يكون 360 درجه. مثلا عندنا هنا 130، هذه فيها 130، اذا 260، اذا شحال خصنا؟ خصنا 100 درجه، اذا هذه غتكون فيها 50 درجه، وهذه غيكون فيها 50 درجه. باش دائما المجموع ديال الزوايا ديال المضلع الرباعي خص يكون 360 درجة. السؤال الثالث، دون استعمال مقلاة حدد قياس الزاوية او عفوا اف اف او جي اف او جي دون استعمال المقلاة. هنا ننطلقوا من يعني علاقة بين زوايا مضلع مضلع رباعي أو مثلث. تعلمون بأن مضلع هو مضلع رباعي إذا كان رباعي مجموع الزوايا ديالو غادي يكون 360 درجة، والمثلث مجموع الزوايا ديالو غادي يكونوا 180، دائما 180 درجة، مجموع زوايا ومجموع قياسات زوايا مثلث دائما تساوي 180 درجة. إذا عندنا هنا الزاوية قائمة، إذا يعني القياس ديالها غيكون 90 درجة. إذا هذه الزاوية 30، إذا 90 زائد 30 تساوي ماذا؟ 120. إذا شحال غادي يكون هذا القياس ديال الزاوية؟ إذا 180، ديروا هذه العملية 180، يعني المجموع ديال القياسات ناقص مجموع الزاويتين، يعني 90 زائد 30، 180 ناقص 90 زائد 30 وتساوي 60 درجة. 60 درجة. إذا هنا باش نتأكدوا في الآخر ندير مجموع 60 زائد 30 تساوي 90، 90 زائد 90 تساوي 180، إذا الجواب ديالنا جواب صحيح. أنشئ مماثل الشكل بالنسبة للمحور. هنا سؤال بسيط جدا، هنا لابد يكون في يعني في امتحان، يعني رسم مماثل ديال الشكل على شبكة تربيعية. باش نرسموا المماثل ديال هذا الشكل على هذه الشبكة، نقوم برسم مماثل ديال كل نقطة، مماثل ديال كل نقطة. مثلا نبداو هذه النقطة، هذه النقطة كنحسبوا البعد يعني المسافة ديالها كما تعلمون، فالتماثل المحوري يحافظ على المسافة. إذا هنا تربيعة، عندنا تربيعة واحدة، إذا كنحسبوا تربيعة واحدة في نفس السطر، إذا كنحسبوا واحد وكنديروا النقطة. إذا هذه النقطة دابا هي المماثلة ديال هذه النقطة. نمشيو للنقطة الثانية، كنحسبوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا نضعوا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا هنا هذه النقطة الثالثة في نفس السطر، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، في نفس السطر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ونضع النقطة. النقطة الرابعة والأخيرة، واحد اثنان واحد اثنان، إذا نضع النقطة الرابعة والأخيرة ثم نرسم الشكل، نربط بين هذه النقط
لنحصل على مماثل هذا الشكل بالنسبة للمحور D. السؤال الرابع، لاحظ الشكل وأنشئ تكبيرا له بمقدار 2. إذا غادي نديرو التكبير ديال هذا الشكل بمقدار ديال 2. باش نديرو التكبير ديال الشكل بمقدار 2، نقوم بحساب عدد التربيعات في كل ضلع. مثلا ناخذ هذا الضلع فيه 1 2، اذا التكبير ديالو غادي يكون 2 في 2، كنضربو في مقدار التكبير. اذا هنا فيه جوج تربيعات 2، كنضربو في 2 غادي يكون عنده 2 في 2 تساوي 4. اذا هذا المثلث اللي غادي نرسمه غادي يكون فيه هنا في هذا الضلع 4، وفي هذا الضلع 1 2 3، اذا 3 في 2 تساوي 6. اذا كنرسمو هذا المثلث. اذا هنا غادي يكون 1 2، لاحظوا معايا مزيان، 1 2 3 4، وفي الضلع الثاني 1 2 3، اذا 1 2 3 4 5 6، يعني 3 في 2 تساوي 6. وكنرسموا الضلع الثالث، اذا كنحصلوا على هذا المثلث اللي هو تكبير ديال هذا المثلث الاول بمقدار 2. إذا أشكركم على انتباهكم، وإلى اللقاء مع الحصة المقبلة إن شاء الله. الحصة المقبلة غادي نخصوها لتصحيح أنشطة المجال الثالث والخاصة بالقياس. إذا شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء.